هاي لبستني خلاص. افرض وصل الحكي لهذا الشاب، اكيد رح يجي يدور علي المدرسة لو عرفت كمان. يا حبيبي المنحة هيك ممكن تروح علي. تهدي دينا شو عم تحكي؟ ما تكبري الموضوع. شو يجي يدور عليك؟ شو الحكي اللي متخبصي؟ طيب ما هو زي ما وصلني الحكي ممكن يوصله، ومش بعيد سميرة هي اللي تروح توصل له. شو يا راد؟ شو قاعد بتعمل هون؟ ولا شيء ولا شيء استاذ. ما شاء الله فيسبوك وبنات وضع تمام. ولا شيء هذا تحكي عند السيد المدير. شرف، تفضل. تفضل اترك الجهاز، يلا امشي معاي. تحرك. يلا. مرحبا استاذ. اهلين فادي. صرت مخلصه للكتاب؟ صرت عليه امبارح وخلصته كله. حبيته؟ كثير، بس في شغلات ما فهمتها صراحه. طب رجع محله وتعال نحكي باللي ما فهمته. امشي قدامي. دائما رايح جاي على غرفه الحاسوب. هذا الحكي بتحكي قدام المدير، فوق جاي. يلا. شو ماله رائد؟ بجوز عشان قصة الصور. اي صور؟ زي ما بحكي لكم. عم الحال هي حرام. ما بتعرف إشي عن الموضوع، بس أنا متأكدة إنه نفس الولد. والله لأفضحها بالمدرسة كلها. يعني هي بتفكرنا إحنا هباي المساكين؟ عاملة حالها اليتيمة المسكينة هي وصاحبتها هنا، وبالآخر بتطلع بتحكي مع شاب وبتفضحه هيك عنا؟ فكرك؟ ما بظن. إنه لو بعرف عملها قصة كبيرة. شو فكر حالك انه انت هيك رهيبه وبدك تفضحيني يعني؟ ولك ليش بتسوي هيك؟ بس فهميني ايش بدك. شو مالها هاي؟ اسمعي حبيبتي، انا مش عارفه عن شو عم تحكي. بعدين مين انت اصلا تحكي معي بهي الطريقه؟ شوفي سميره، لو مفكرتني هبله ورح اخاف منك زي كل حدا بتكوني غلطانه. خافي على حالك مني سميره، لاني متاكده لو بحطك براسي وبدور شوفي وراكي رح الاقي بلاوي. فاهمه؟ مالكم؟ امسحهم. كثير غريب والله. انه وحده ضحكت على رائد؟ انه تنتشر الصور هيك. حرام والله حزنت عليه. يعني تحزنش عليه كثير استاذ. هو ابصر كمان شو بكون عامل لها، ما انت عارفه. لا يا فادي، مهما كان عامل رائد، هذا اللي بيصير مش مبرر. رأي الطفل واللي بيصير معاه مش صح. ها احكي لي شو القصة. ما في شيء استاذ، وانا ما لي دخل بكل اللي صار. اسمع، انا رح اعرف، فاحكي انت احسن لك. ليش دخلت على مختبر الكمبيوتر؟ يا استاذ حكيت لك والله ما في شيء. أنا بسايرك وبمشي لك كل شيء، بس يبدو إنه ما في فايدة. بكرة بتجيب والدك وبتجيني هون. أبوي بلاش الله يخليك، والله ما عملت إشي. لا عملت، وهي استدعاء لولي أمرك.
ما عملت لك شيء. اللي في قلب راح اقتله. ما عملت لك شيء. ما عملت لك شيء. ضربني يا استاذ. استاذ ضربني. واحد عصفكم. عصفكم. شو في؟ شو صار؟ ما في شيء استاذ. كيف ما في شيء؟ ما حد بضرب حد بدون سبب. احكي لا تخاف. مش خايف. بتخوفتوا علي؟ ليه؟ عشان قصة الصور؟ اي صور؟ خلاص اتركني ما في شيء. انا اسف. رح احكي معك كزلمه من الاخر. اسمعي رائد، انت مش ولد صغير، وانت عارف اني ما بحب اعمل مشاكل لحد، وانا بعرف ابوك شو ممكن يعمل لو سمع انك عملت كمان مشكله. اوعك تفكر اني مش عارف شو صار مع عمار. لو عندك مشكله بتحكي لي انا، لانه اللي عرفته وشفته لو رد انعاد رح اعمل لك مشكله كبيره. من شو هاي الضربه؟ هاي من الطوش. ما في شيء. ما بتعتب المدرسه مره ثانيه الا ومعاك ولي امرك.